السلام عليكم، معكم زكريا مكيوالو وهذا موجز لهذه السيمانة. حسب موقع الأمريكي أكسيوس، إدارة الرئيس جو بايدن لن تتراجع على الاعتراف للولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء. حسب نفس الموقع، هذا الشيء كدو وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لسي بوريطة وزير الخارجية المغربي في واحد المكالمة اللي كانت بيناتهم نهار الجمعة. هذه القضية جات أيام قليلة من بعد ما خرج وزير الخارجية الجزائري بتعليق على أنه تكلم مع الناظر ديالو الأمريكي حول موضوع الصحراء. هذا الشيء تم تفنيده من طرف سي بلينكن واللي قال أنه تكلموا فقط على موضوع ليبيا والساحل. لحد الساعة الخارجية المغربية لم تعلق على المحادثة اللي كانت مع ناظرتها الأمريكية. حسب الدراسة ديال المندوبية السامية للتخطيط اللي تنشرت نهار الأربعاء، 20% ديال المغاربة كيربحوا أكثر من نصف ديال الدخل الوطني، وإذا خدينا 20% ديال الأفقر فعندهم فقط 5.6% من الدخل العام. باش نوضحوا الفكرة، هادشي كيعني أنه كاين تفاوت كبير ما بين الطبقات في المغرب، وهادشي اللي كيخلي المتوسط ديال الدخل يكون شوية طالع حيت كيوصل 7000 درهم. هادشي يفسر بعدم التوزيع المتوازن للدخل، حيت كاين تقريبا معامل ديال 10 ما بين الأسر الميسورة والأسر الفقيرة. في الواقع كيعيش 10% من السكان الأقل ثراء على أقل من 6270 درهم للفرد سنويا، بينما أغنى 10% كيعيشوا بأكثر من 41000 درهم. وفي هذه الحالة كيوصل تفاوت الدخل إلى 46.4%، في حين أن العتبة المقبولة هي فقط 42%. نهار الحد اللي فات، مجموعة من الشباب حاولوا أنهم يوصلوا لسبتة عن طريق السباحة انطلاقا من الفنيط. على إثر هذا الشيء توصل المغرب على اتفاق مع إسبانيا لإعادة 100 مهاجر مغربي. تم فتح تحقيق في هذه القضية لمعرفة الدوافع ديال هذه الهجرة الجماعية لتحديد ما إذا كانت مرتبطة بشبكات ديال التهريب ولا الحريق. من جهتنا كنذكروا بالمظاهرات اللي كانت في المنطقة من بعد ما سد المغرب الحدود مع سبتة، والتأثير ديال هذا القرار على الاقتصاد ديال المدن المجاورة. رغم بعض البوادر اللي دارت لتشغيل الشباب تكلمنا عليها من قبل، ولكن واش هي كافية لإقناع هاد الشباب بالتخلي على حلم الهجرة؟ مهم، هاد الحدث كيأكدنا العكس. نشرت وزارة التجهيز نتائج المرحلة الأولى لاختيار لتحديد الشركة اللي غادي تكون مسؤولة على بناء ميناء الدخل الجديد. وفقا للتقرير ديال الجمع اللي كان نهار الأربعاء، تم اختيار الاتحاد ديال سوماجيك سود SGTM فقط كمنافس مؤهل دون تحفظات. شركة بجوج مغربية، وكانت كتنافس مع الشركة الكبيرة الفرنسية إيفاج، واللي تقدر تكون تأثرات بالموقف غير الواضح ديال بلادها على قضية الصحراء. كنذكروا أنه الاستثمار غادي يوصل تقريبا 10 ديال المليار ديال الدرهم، وغادي خصنا 8 سنين على الأقل باش أننا نكملوا الميناء، وتقدر تكون الحركة فيه في السنوات الأولى توصل لجوج فاصلة جوج مليون طن ديال السلعة. هاد السيمانة في مجلس النواب بدأت عملية مراجعة مشروع قانون استخدام القنب الهندي من بعد اجتماعي واقتصادي. الأغلبية ديال النواب متفقين مع القانون وكيطالبوا أيضا بالعفو على الناس لمتابعة في هذا الإطار. هاد الشيء يطي صفحة الماضي، يبقى فقط حزب العدالة والتنمية اللي ما متفقش مع قانون مخرج الحكومة اللي هو رئيس ديالها. كان هذا الموجز ديال السيمانة. بارطاجيو، خليو لنا الكومنتار ديالكم، وبداية أسبوع موفقة. السلام عليكم.